هذا بالضبط. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثاني من الشيست اكس ري انتربريتيشن. بس كان بعض الزملاء بعد المحاضرة اللي فاتت كانوا بعتوا لي بعض الأسئلة وأقولها لهم بسرعة، هما كانوا سؤالين يعني ثلاثة. فقالوني أول سؤال كان عن اللونج أبسس. هو كان سؤال مش في الراديولوجي، هو كان سؤال ايه الاورجانيزم اللي بيعمله، هل بالضروره يعني ان اللونج ابسس يكون سببه ستاف نمونيا؟ مش شرط. اولا اللونج ابسس له كذا ايتيولوجي يعني، بينها حاجات ايروب وانيروب. من الايروب اللي ستاف نمونيا هي رأسهم طبعا، ولكن مش هي الوحيده، الكلبسيلا تعملها والستريتوكوكال تعملها، وعلى فكره الايكولاي والسودوموناس. ما كان صعب تلاقي الايكولاي والسودوموناس في المريض العادي، ده غير ما بيتوت اكوارد نمونيا او بيتوت اكوارد نمونيا او ايمون ديفيشن، ولكن هيبقى في الاكثر هو الاستاف وكليبسيلا والستريبت نمونيا. والانيروب بقى البكترويدز والبيتو ستريبتوكوكاي. بالمناسبه من ضمن حاجات الاسبيريشن نمونيا ان بريزنت بلونج ابس، وقتها يبقى الانيروب مور كومن ذان ايروب. تمام، هي دي الاوكازمات بتاعت لونج ابس. من الحاجات اللي تقول لك انها مش ستاف نمونيا لو لقيت زي الحاله ديت اللي انا حاطط صورتها، اللونج مش برونكو نمونيا عنيفه، ده هو تحس انها شبه لوكاليز انفكشن في الابسس والحته اللي حواليها. برضه بعض الزملاء سالونا عن الفانجل نمونيا، انت سسبكت والتريتمنت وكده. بسسبكت في اي عيان انريزولفد نمونيا، عيان ميكانيكال فنتليتد، عيان اميون ديفيشن، وبالذات اللي هو الكيموثيرابي والنيوتروبينيا. ممكن تكون كانديدا ودي بتبقى بلاد ستريم وبتتغير بشكل برونكونومونيا وبتبقى بارت اوف جنرال سيبسيس، او اسبرجلوزس، وده غالبا في البرايمري، مش في البرايمري، لازم يكون ترو اميون ديفيشنسي، مش مجرد فيزيتور اكوارد امونيا وخلاص، يعني يكون نيوتروبينيك او يكون عنده برايمري اميون ديفيشنسي زي ال بوست كيموثيرابي، يكون اجاما جلوبولينيميا، حاجه زي كده. ده شكل البرونكونيا بتاعت اللنج، ممكن تكون كاندا او اسبرجلوس. ده الاسبرجلوس ممكن يجي في شكل فانجل بول، وممكن يجي في شكل اير كريسنت سايت، يكون عنده عيان عنده اصلا كافيتي، يعني تيجي مثلا تبركلوزس او تيجي اولد نيوتسيل ويبدا جواها لنج فانجس بول، هتلاقي كريسنت اوف اير. بالنسبه للمانجمنت الفانجل انفكشن في الاطفال، وهو جزء مهم جدا على فكره لو دكتور الاطفال يشتغل في يعني هاي سيتنج، يعني انتنسيف كير او نيونيت او اونكولوجي او كده، مهم جدا تبقى مايندد جدا بالفانجل انفكشن في الاطفال، انها مش حاجه سيمبل والمانجمنت بتاعها مش سهل قوي. دكتور احمد جلال كان له محاضرتين ممتازين، جمع فاوعى، يعني مش محتاج تقرا بعضهم حاجه، موجودين على الشانل بتاعت الايجيبشن يونيون اوف بيدياتريكس، عاملها في جزئين، انصح كل زملائهم يسمعوهم. تمام، دول كانوا السؤالين، هم يعني كذا حد من الزملاء سال نفس السؤالين دول، الفانجل نمونيا واللانجاس. نبدا من محاضره النهارده. انا بس كنت عايز افكركم بحاجه من المحاضره اللي فاتت، موضوع عارف شكل الكونسوليديشن واللابس والفيوجن وكده، بس بفكركم بحته الهيدن لانج زونز اللي هي بعض النمونيا او اللانج افكشن مش هتبان لانها هيدن، مش هتكون بتفكر تدور عليها. مثال للهيدن لانج زون اللور لوب اوف ذا ليفت لانج، اللور لوب زي مثلا جزء من ورا الهارت ريترو كاردياك، جزء من قدام الهارت زي اللينجولا، فهيبقى مستخبي في الكاردياك شادو. ولكن زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان الهارت اند ليفر ار ترانسبارنت اورجنز، تشوف من خلالهم. فالليفت لور لوب كونسوليديشن ممكن ما يملكش بشكل ترو كونسوليديشن، مش شرط يكون شكل باتش على الليفت سايد، بالعكس لو هو في ريترو كاردياك اريا ودي حته مش صغيره هيبقى في وسط الهارت. طب هتشوفه ازاي؟ هتشوف اير برونكوجرام وزن ذا كاردياك شادو. المفروض انا بشوف التراكيه سنترال واطلع رايت برونكس وليفت برونكس، ما ينفعش اشوف التفرعات بتاعه البرونكاي. لو شفتها يبقى في اير برونكو جرام، في كونسوليديشن حواليها هو اللي حددها. لو شفت الاير برونكو جرام ده وسط الهارت، ده ليفت لور لوب كونسوليديشن. ده مثال، ادي الليفت برونكس انا شايف تفرعات الاير برونكو جرام وزن ظهرت، الاير برونكو جرام وزن ظهرت هنا، يبقى اللي عنده ليفت لور لوب كونسوليديشن. تمام، من الحتت اللي برضو قدام الهارت اللينجولا بالذات، لو جالك كونسوليديشن
مستخبيه، هشوفها ازاي شاغي ليفت كاردياك بوردر. المفروض الكاردياك بوردر نزل اهو، هنا انا مش قادر احدد هو فين بالظبط. ده نفس الكلام، ده لينجوال كونسولوديشن. تمام، دول الهيدن ارياز اوف ده. من الحاجات اللي برضه الريترو كاردياك او اللي بتستخبى في وسط كاردياك اكو اللور لوب كولابس. الرايت لور لوب كولابس بيبقى بوردر كونفكس زي كده وزن ذا كاردياك شادو، ممكن اشوفه بره بس كتير قوي هيبان جوه الارض. لو انا مش افكر ببص كويس جوه الكاردياك شادو مش شكله من بره بس، ممكن افقد هذه السايت. وده نفس الكلام الليفت لور لوب كولابس اشوفه في وسط الايه الكاردياك شادو. تمام، نرجع بقى نكمل الديسيز بتاعت اللنج واحده بواحده، او ديسيز الشيست يعني مش اللنج بس، وايه ونرجع كموضوع جديد. نبدا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاير ليك سندرومز. الاير ليك سندرومز من الحاجات الكومن، تقابلها نيونيت وتقابلها ياتريك، تقابلها تروماتيك وتقابلها سبونتينيوس، تقابلها في شيست انفكشن وتقابلها يعني تقابلها اشكال كتير جدا، تقابلها على الفنتليتور وبره الفنتليتور. هو وجود الاير ابنورمال بليس كل حته هيبقى لها حته، يعني مثلا لو في بلور كافيتي يبقى اسمه نيموثوركس، موجود في الميديوستاينم يبقى اسمه نيومو ميديوستاينم، موجود في البريكارديال ساك نيومو بريكارديال وهكذا. نبدا نشوفهم واحده واحده. نبدا بالنيوموثوركس، هو اشهر الاير ليك سندرومز النيوموثوركس. النيوموثوركس اللي بيحصل ان انتوا عارفين اللنج بيحصل انجري ليها، الهواء يدسكت من اللنج يطلع بره بلورال كافيتي، يبدا يكمبرس اللنج عشان تكون لابس. مش بالتبعيه ان نيوموثوركس يكون تحت اندر لاين كولابس، ان ممكن شويه اير عدوا واتقفل بعدهم بقى كلوز نيوموثوركس، خلاص ده مش هيبقى تحت اندر لاين كولابس. او اوبن نيوموثوركس هيبقى اللنج تبقى بارشل كولابس. الاخطر هو التنشن نيوموثوركس، الاير بيخش ما يخرجش، يخش ما يخرجش، بول فالف ميكانيزم، فيقعد يكمبرس اللنج لحد ما الكولابس يبدا يدق الهارت الناحيه الثانيه والناحيه الثانيه كمان تكولابس. الشكل الكلاسيك للنيوموثوركس اللي كلنا عارفينه بشوف افكتد بلاك، طبعا هو الراديولوجي بيقول لك جيت بلاك، انها سودة قوي ما فيهاش برونكو فاسكولار ماركينج. ساعات الكلمه دي خطيره، انك ساعات البرونكو فاسكولار ماركينج يقول لك انا شايف برونكو فاسكولار ماركينج، لا ما انت خد بالك ان الشيست وول المصل اللي فيه ولو ولد كبير شويه شويه فات كمان ممكن يبان لك في السواد دوت، يبان لك يعني خربشه بيضه. فانت مش فحته جيت بلاك قوي دي يعني ما تعتبرهاش حاجه مطلقه، لا. انت اكيد انت هتبص هتشوف اللانج بوردر، اللاترال لانج بوردر باين اهو زي هنا، اللانج بما انه كولابس شويه فبقت اكثر بياض، وحواليها الايه الاوبستي. هنا الاوبستي اسف مش الاوبستي، الهايبر ترانسلوشنز، هنا الهايبر ترانسلوشنز دي فعلا جيت بلاك، انت مش شايف هنا برونكو فاسكولار ماركينج، بس برضه ما يستبعدش لو لقيت هنا حاجه ان ممكن تكون دي مش نيموثوراكس. وزي ما عامل ريسبونس يعني انا ميكانيكال فنتليتور لقيت فيه لانج بوردر صغير، دي واضحه لكن فيها هتشوف صور ثانيه هتكون مش واضحه. ممكن تلاقي بقى اللانج بقت كبير اللي كولابست، يعني ده مثلا ليفت سايد نيوموثوركس اللنج كلها كولابس زي الحته الصغيره دي واضحه جدا. العيان دوت اللنج كولابست الرايت لنج اهي، وكمان بقى باين فيها الاوبليك فيشر. تمام، وبدا كمان اللنج تزق الناحيه الثانيه وبدا يبقى فيه كل دوت نيوموثوركس واضح جدا ما فيهوش مشكله. ولكن ساعات بعض اشعه النيوموثوركس وبالذات لو هي ايرلي ممكن مش هتبقى كلاسيك. اول حاجه انت في النيوموثوركس بتدور على اللنج بوردر، ممكن يكون مستخبي بدرجه دي اشعه اللي انتم شايفينها دي مثال كان يعني في بقى حطها ان اشعه ديت مس دايجنوزس النيوموثوركس فيها في 30% من القطر اللي شافها، رغم انها ممكن تكون بالنسبه لكم دلوقتي واضحه لانها انت شايفها وانت مستعد انك بتقرا اشعه في محاضره، وهي في وسط لخبطه الشغل في وسط الزحمه انت مش شايفها على شاشه، شايفها على فيلم بترفعه في اللمبه مش بتشوفها على فانوس، فممكن سهل جدا تمس اللنج بوردر ده. ده ليفت سايد نيموثوركس، وخصوصا ان الريبس الى حد ما داخله في بعضها انترلابنج هنا، فانت مش واخد بالك قوي ان في جيت بلاك في هايبر ترانسلوسنس، ولكن هنا في اللونج بوردر. هنا بقى في سؤال مهمه جدا ممكن ما تلاقيش غيرها على فكره، حاجه اسمها الديب سالكا سايد. الديب سالكا تلاقي الكوتوفينيك انجل اكيوت جدا ومنخسفه خالص لتحت زي دي كده، شايفين لحد فين؟ دي كوستوفرينيك انجل، على فكره هي مش دي كوستوفرينيك، هي تحت كمان اهي. الديب سالكس ساين ممكن تلاقيه لوحده ويكون ده علامه النيموثوركس. ليه؟ كتير جدا ولد على فنتليتور او على انوانيا شكيت النيموثوركس ان دي سادن ديتيريوريشن،
الاير انتري مره واحده بقى ديمينيشد على ناحيه واحده، فرحت اعمل له اشعه، ما عرفتش اعمله وهو واقف، ده اعمله وهو نايم، فالاير يتجمع قدام اللنج. لو الاير مش كتير قوي يعني، ما رضاش ان هو غطاش اللنج من قدامه ومن الجنب من اللاترال، مش هشوف حاجه، مش هشوف اللاترال لانج بورده، لكن هتلاقي الاير سيكتنج شويه تشوف الايه الديب سالكس. ده مثال لحالتين نيموثوراكس، الحاله ديت لو انتم شايفين نورمال، ده ديب سالكس سايت. شايفين هنا انت ممكن تشك النيموثوراكس من الديب سالكس سايت فقط لو انت عندك ريجل كونتكست يوضح. عشان كده دلوقتي من الحاجات يعني بدات تنمو في الكروس يعني استعمل وايدلي اكتر اللنج التراساوند. اللنج التراساوند كان ديتكت الايرلي نيموثوراكس قبل الاكس راي في العيان الرائد الريكامبنت. وانا اي حد شغال كريتيكال كير المفروض ان يتعلم يجيب النيموثوراكس باللنج التراساوند، البيت سايد لنج التراساوند، لان حاله زي دي مش هيبقاش غير ديب سالكس ساين فقط. تمام، ممكن يكون الديب سالكس ساين يكون فيري ديب للدرجه دي. شايفين الاشعه دي بقى يعني طبعا انتيوبيتي زي ما انتم شايفين كده، ولكن هنا فيري ديب، شايفين السالكس نازل لحد فين، ولو دققت النظر هتشوف اللاترال لانج بوردر اهو لعل الاسهم البيضاء، بس مش واضح قوي يعني، لو حد شاف الاشعه دي ممكن ما ياخدش باله من اللاترال لانج بوردر ده، ولكن الديب سالكس ساين هيكون هيكشفها. الاشعه دي انت ما تقدرش، ما فيهاش لانج بوردر، ما فيهاش غير ديب سالكس ساين فقط. تمام، يبقى مش لازم نيوموثوراكس الاشعه الكلاسيك اللي عند اللانج كولابسد وراها سمار، لا ممكن تكون فيري ثين باند اوف اير زي كده. تمام، يبقى من ضمن الحاجات اللي افكر فيها في النيوموثوراكس مش شرط الاكس راي العاديه تستبعده، اللانج الترا ساوند مور سنسيف، وايه وبص على الديب سالك الساوند. تمام، من ضمن الحالات اللي بتبقى محيره برضو في النيوموثوراكس، لو العيان بتعمل له اشعه وهو رائد، الاير لوح متجمع لك انتروميديال، فيستخبى يبقى شكله غريب جدا يعني، ممكن يكون شبيه جدا من الميديوستاينيا، وسهل جدا يبقى فيزت. لو بصيتوا للاشعه دي الشاور عليها دي، ده اللونج بوردر بس مش لاترال، شايفين ميديال، ده لونج بوردر ميديال ميديال خالص. تمام، ودوت ديب ساركس بس هي مش ديب قوي، ولكن ده اللانج بوردر هنا ميديال. يبقى لو انت شايف في النيوز راس بص على اللاترال وبص كويس قوي على الميديال، شايفين الاشعه دي، دي بقى ممكن مزد جدا. الحاله دي ما اتشخصتش يعني، كانت محطوطه في كيس ريورد متشخصه باللانج الترا ساوند، وبعد كده حاطين الكيس كيورز بتاعتها اللي هتوضح الاير متجمع ميديال، في درجه ان في ساين هنا بيسموها شارب ميدياستاينر ساين، ان الهارت متحدد اكتر من اللازم، تجد ان في حواليه سمار، ومفروض ان اللنج يعني مش سمر قوي يعني، فيها شويه بياض والهارت ابيض فيبان لك بوردر، لكن لو اللنج بقت اسمر قوي فممكن تشوف يقول لك شارب ميدياستاينر ساين. طبعا دي يعني صعب التوقع، لو ده في الحاله المصابه مش هشوف الساين يعني، الساين فعلا صعب انها تتشاف فعلا يعني. ولكن هي بتتشاف ريترو جريد يعني، انت لما يتقال لك مصاب تقول لك اه تصدق ده فعلا في هنا شارب ميدياستاينر ساين. كل دي حالات نيموثوراكس يعني، ممكن الاشعه دي سهله قوي تبقى مزت، تقول على برونكومونيا، يجي برونكو فاسكو ماركينج، مش هتقول خالص انها نيموثوراكس. فديت اللي شخصها لانج الترا ساوند، وهنا نفس الكلام. ماشي. ساعات بقى تلاقي النيموثوراكس مش انتروميديال بيزل زي ده كده. دي حاله واضح انها حاله يعني تعبانه جدا ومركبه شيست تيوب هنا، عارفين النيموثوراكس فين؟ مركبه شيست تيوب بالمناسبه، ايميكال ولا اهو تحت اللانج. بيزل صب بيزل صب بيزل، ممكن تشوف النيموثوراكس لو حاله يعني مطوله شويه بس تروماتيك او حاجه، بيبقى انسيستد، يبقى انسيستد او ريكلوزد نيموثوراكس زي كده. لان ممكن يشككك بيكون ده ايفنتيشن اوف ديفريم، ده لارج لانج سيست، وتفضل شاكك وفي الاخر دوت انسيستد نيموثوراكس. صعب تشخصه من اشعه واحده، ده غالبا الحاله محجوزه معاك وانت بتتابع اشعتها، فلقيت نيموثوراكس عمال يتحسن وفضل لك الحته دي. تمام، فهي دوت انسيستد نيموثوراكس، ده الجزء بتاعه طبعا الشيست سي تي، ولكن ده انسيستد نيموثوراكس احد اشكال النيموثوراكس. يبقى النيموثوراكس بتشوفه درير الحته دي درير، ولكن هي نيرلي فيت يعني، اكتر من 80% من البيشنت ده من البيشنت دول غالبا هيضاي بسرعه جدا لو مش شخص. ده لو انت شايفه ده عيان تروما، اللي انت شايفينه ده عيان مريض تروما، اللي حصل ايه؟ نيموثوراكس، واضح النيموثوراكس اللنج اهي كولابسد، ودوت الجيت بلاك هنا براها ولانج بوردر وكل حاجه.
وحتى الاير كومبريسنج وحاجه الناحيه الثانيه ترانس ميديال هيرنيشن وخلاص. العيان ده مشكلته لو هو متصور هو واقف كده والاشعه واقعه، هو طبعا هو ده مش واقف، ده نايم، يعني في شست تيوب، في انتراكال تيوب يعني، ولكن اللنج مش كولابسد ميديالي، تحس ان هو ميديالي وداون رغم ان هو رقت، مع ان غالبا اللنج مش قادره تنام على الهايلم ده، اتكسرت البرونكس هنا اتكسر. ده مثال يقول لك فول اللنج سايد، اللنج اهي واقعه خالص تحت، شك هنا فراكشر برونكس. هي دوت من الحاجات اللي محتاجه اميديت روبوتك، بعض الاماكن بس قليل جدا اللي بيعرفوا يعملوا لها ريبير بالاندوسكوب، الغالب بيتفتح ويتعمل له التراكوتومي، مش كومن ده رير. وعلى فكره ممكن يحصل في بلانت تروما، مش شرط يحصل في بنتريتنج تروما يعني. دوت فراكشر برونكس ويبتدي اميديت، ده ما تركبش سي وتلاقي عمال كونتينوس بابلنج وفول اللانج ساين، تشك بسرعه جدا 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 ان عند دوت ايه فراكشر برونكس. ده النيموسورس. نيجي لبعض الاذر ايرلي سندرومز، منها الانترستيشن انفيزي اي 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 بالمونال انترستيشن انفيزي، كومن في النيونيت، كومن في النيونيت، ولكن ممكن تظهر في كل العيانين، ولكن هي كومن في النيونيت. بقول لكم المحاضره اللي فاتت، انا في المحاضرتين دول انا مش هتكلم عن النيونيت بالتفصيل، لاني ما قال لي فتره طويله ما بشتغلش النيونيت، فلازم اللي هتكلم عنها يكون عندي براكتيكال باك جراوند يعني، عشان مش مجرد بعرض صور وخلاص. ولكن في حاجات كلاسيك من ضمنها الترستيشن انفيزي، ممكن في النيونيت وغير النيونيت، ده نتيجه ان الالفيولاي ربشرت، بس مش ربشرت على السيرفس، ربشرت جواه، وبدا الاير يدسكت جوه اللنج. وبالنسبه للاير لما يدسكت جوه اللنج بيدسكت على فاسكولار سبيسز، يعني على الفيسلز والليمفاتكس، مش على البرونكيال. تمام، دي اهي الحاله، هتلاقي فيه مينوت يعني حاجات اللنج هنا هايبر انفليتد، وفيها حتت سمراء رفيعه 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 جدا. طبعا دي لحظات ما قبل الكارثه، ان بكاء واحد منهم هتفرقع يروح داخل عيان في نيو صورك زي ما انت شايف، وحتى باين البلمونري امفيزيما في اللنج دي. طبعا علاجها بتحاول تقلل البريشرز وتطول الاكسبيراتوري تايم وتتجنب الديب ساكشن والسيديشن، وبعض الناس بيركومند الهاي فريكونسي يعني. ديت ال بالمونري امفيزيما. نيجي للنيومو ميدياستاينم. النيومو ميدياستاينم بيجي انك تشوف في الميديال بوردر اوف ذا لانك، ممكن حاله زي دي، ده مريض واضح ان هو عنده تروما. لو ركزنا هنا في النك هتلاقوا في سمار في وسط الماسلز، دي سيرجيكال انفيزيما، دي سيرجيكال انفيزيما، ده الميديال بوردر اوف ذا لانك، بس ده مش ميديال نيوم نيوم سورس، ده نيوم ديستاينم، ده اقلق اللانك هنا شويه وهنا ايه ايرو، ده نيوم ميدياستاينم بين الناحيه دي. طبعا المستنى ممكن يكون بلكيت التروما، ممكن الايثولوجيا الرابشر، ممكن فورم بودي ساعات، بعض الديسيز ممكن نمونيا العاديه ساعات بيحصل سبونتينيوس. هو من ضمن الحاجات اللي لحد كبير بناين في البروجنوز بتاعه، الا لو ساب نفسه سيفير يعني، مثلا ايه رابشر اسوفجس مثلا، ده هيبقى كده دخل في ديستاينايتس ويبقى باب برجود. ولكن ميديا نيو ديستاينم بس من غير كومبريشن، ده نادر انه يحتاج اي انترفنشن غير اوبزرفيشن اوكسجين ثيرابي، ده نيو ديستاينم. ده مثال نيو ديستاينم، رافع لك هنا الايه دي السايمس ودوت اللونج بوردر، ده نيو ديستر. ممكن تشوف انت في النيو ديستاينم تلاقيه هنا حوالين الهارت، دي برونكو نمونيا وحتى فيها شيست تيوب فيها كل حاجه، وهنا في نيو ديستاينم حوالين الايه حتى باين لك انه اكنه حوالين الهارت كانه ميوكارديوم، ده نيو ديستاينم. ده عيان تروما سيفير، ده بايلاترال نيمو سوركس زي ما انتم شايفين، لونج هنا ولونج هنا وكتبوا شيست تيوبس، هنا رافع الايه؟ السايمس، هنا رافع السايمس. دي بيسموها السبنكر سيل ساين، السبنكر اللي هو المركب الشراعي ده، ده بيسموها الانجل وينج ساين. حته مهمه عايز اقولها لكم عن النيومو ديستاين، حاجتين. اول حاجه دايما في دماغنا لو برونكيال ازمه سيفير، لو فرقع في النيومو سورة. على فكره تحت 5 سنين غالبا بيفرقع في النيومو ديستاين، مش في النيومو سورة. فتكون بتركز وترى الاشعه ان ممكن يكون في المستنى مستخبي، ركز وحاول تطلعه. ده معناه ان البرونكيال ازمه سيفير. تمام، يبقى تحت 7 سنين اللي السيفير ازمه غالبا مش هتعمل نيومو ثوركس، هتعمل غالبا نيومو ديستاين. تاني حاجه انت شفت النيومو بريكارديوم، بقى نيومو بريكارديوم فعيان تروما فعيان رائد موبايل اكس راي، ده غالبا المستنى مش نيومو بريكارديوم، اللي انترفيشن مختلف. البريكارديوم
ممكن بعد كده، هو رير على فكره، بس ممكن يخش بعد كده في تامبوناتنج، بس انا غالبا كونزرفت تمام. فقاعدتين بس في النوم دي ستاين، من هو قومه تحت 7 سنين بس، ممكن تكون ما تاخدش بالك منه، وان هو في التروما غالبا لو لقيت اير اراوند ذا هارت ده نيو ميديستاينا مش نيو بيرجر. في بقى بعض النيو ميديستاينا اللي ما يبانش ان نيو ميديستاينا، اسف، اللي يبان هو مش نيو ميديستاينا، ممكن نورمال بس ما يبقاش حاله كلينيكال اللي بتقول لك ان فيها اير ليك وتقول ان دوت نورمال، بس ممكن حاجه ما اكس راي لسبب تاني وتفاجئ بالشكل ده. في حاجه اسمها الماتش الماتش افكت، ماتش بوردر افكت، ده خداع بصري، اوبتيكال الوجن. لو انت بصيت له للمستطيل اللي تحت الالوان دي، انت شايف طبعا الماركيشن ما بين لون ولون، بس تحس ان في خط مرسوم. لو ركزت هتحس ان في خط مرسوم، بص كده يبقى خط، ده مش خط، ده الانتقال ما بين اللون واللون، ده اوبتيكال الوجن في العين. هي بتميل انها تعمل انهبيشن لللاتر ريتنا. فلما يكون في ترانزيشن ما بين منطقتين لونيتين فرق كبير في الكونتراست، العين تميل انها تشوف خط، العين تميل انها تشوف خط. منها الاشعه دي، الاشعه دي ريكوردد لبعض الدكاتره نيو ميديستاين، هم شايفين ان في هنا هايبر ترانسلوسنسي، ده مش هايبر ترانسلوسنسي، ده نورمال بيشنت. وساعات يبقى الموضوع سيفير لدرجه لو في حاله نمونيا الفرق ما بين لونج ده ممكن تشك نيو ميديستاين. ده الحاله دي، الحاله دي مش نيو ميديستاين، ده مثال رغم انك اللي يشوفها معظم الناس هتشوفها هتقول دوت نيو ميديستاين، لا ده مثال الماتش. ونقدر الحالات دي كونفيرمد انها نورمال بالسي سي، يعني ايه قال لك انها نورمال كده؟ لا دي كونفيرمد، دي حالات كونفيرمد انها نورمال بالسي تي، بس ده بس مش كومن يعني، بس ممكن تشوف. بعد كده في النيو بروتونيوم، النيو بروتونيوم ممكن تشوفه الديافرام اليفيتد وتلاقي فيه ان اير اير اندر ديافرام، ساعات تشوف حتى يقول لك كونتينوس ديافرام ساين، لكن الديافرام مكمل ان الاير طالع رافع لك الهارت. الهارت ما بتشافش من الليفر الحته دي، لا هنا نيجي بقى للنوم بريكارديا ودوت الموسترير ايرليك سندروم. انت هتشوف الهارت حواليه اير، هتشوف الهارت هنا حواليه اير. هو مش كومن بس دينجرس، وسهل جدا يعدي من نيوم بريكارديا ويخش في تامبوناتنج. فلو حصل والاعتباس على هيمودينامكس بتاعت البيشنت كويسه، خلاص مهم جدا انك تاخد بالك وقتها من البلس بريشر. ممكن عامل باش صعب وينسف، ولكن تلاقي بقى البلس بريشر بقى فيري نار. لو عندك داخل هيمو دايناميك كومبرومايز بالفعل يبقى خلاص بقى تامبوناتنج. طبعا التامبوناتنج بيتاكد بال او البندنج التامبوناتنج بيتاكد بالايكو، وكان في بعض المتعدد بقى الايكو صعب في الحاله دي لان الاير يبقى مغطي مش قادر تجيب اكوستيك كوندو كويسه، ولكن لها بعض سنت تقول لك ان دوت يعني مثلا كولابسنج اوف ذا اتريا دورنج اكسبيريشن وحاجات زي كده، ولكن دوت العين ده لو هيمو دايناميك كومبرومايز خلاص ده التامبوناتنج وتعمل له سنتيسز، لو استيبل ممكن تعمل ايكو بس عشان تطمن. نيجي بقى للسيرجيكال انفيزيما، دي غالبا بتيجي مع التروماتيك نيموثوراكس، ولكن ممكن تحصل نيموثوراكس العادي دي السكت. ده بيشنت عنده نيموثوراكس بس مش واضح، اللي واضح فيه اكتر النيومو ميديستاين هنا بسيط ساتل جدا بس موجود. هنا بقى تشك تبص حوالينه تلاقي الفيشل بلانس لو هنا مصر كلها فيها اير السكتك السكتنج، يبقى دوت سيرجيكال انفيزيما. ممكن يكون في نيموثوراكس هنا مش باين، هنا ممكن تعمل له لاترال وتعمل له وتحاول تدور هل في نيموثوراكس ولا لا. ده مثال برضه سيرجيكال انفيزيما، سكوتينيس انفيزيما اهي، وادي هنا دي غالبا عندك نيموثوراكس وخف ورزولفد في السيرجيكال انفيزيما ايه تربدي هنا شويه السكتنج جاي في الحته دي الخطوط. نيجي للديفرنت، طبعا اشهر ديفراجماتيك افكشن في الاطفال وانك تشغل يونيت هو ديفراجماتيك هرنيا. ديفراجماتيك هرنيا هتلاقي الدم اوتيتال مستخبيه والابدومين الفيسرا ميجريتنج جوه الشيست كافيتي. طبعا هو كومن بيبقى ليفت سايد، هو بيعدي من اللي هو الفرن اوف بوك، ده اللي بيبقى ليفت وبوستيريور.
ولكن ما فيش حاجه تمنع ان هو يكون على الرايت سايد، بس ده مش الكومان، الكومان غالبا بيبقى الليفت سايد. تمام؟ طبعا ساعات العيان ده، العيان ده مش عنده بس ده فراجماتيك هيرنيا، ده عنده كمان نيموثوراكس على ناحيتي من الرنج ده، هيبو بلاستيك عندها فيري باد يعني، ده عنده نيموثوراكس هنا وازز بالنكر ساينا، هي اللي هي الليفيتد السايمس، والعيان يعني اللنج دي كولابس من النيموثوراكس والرنج دي كولابس من الدفراجماتيك. نيجي للإفنتريشن اوف دافريم، هو فور دافريم بطبيعته ان هو فلات مصل السنتر بتاعها تندنس، يعني هي تندون بتتحول بمصل، معاك جزء من الدافريم بيبقى ان ويل ديفلوب، يبقى غالبا مستبدل بممبرين فيري ويك. الكومن في الإفنتريشن اوف دافريم ان هو يكون بيأفكت سيجمنت اوف وان هيمي دافريم، يعني مش هيمي دافريم كامل، فممكن يتهيالك انها بيزر لانج ماس زي دول يعني، ده لا هو ده الجزء الممبرز اللي في النص نتيجه الاسبيريشن نيجاتيف بيرشن بيروح شفته يعني، ده فاهم نفسه بينزل اه في بس في الجزء ده تلاقيه يروح مشفوط لفوق، فتشوفه اكنه بيزلم، وده اكنه بيزلم، لكن دوت ده فارجماتيك ايفنتريتش. ممكن ياخد الهيميديافرام كله، ممكن ياخده بس مش هو ده الكومن، مش هو ده الكومن، ده مثلا ليفت هيميديافرام كله بقى ممبرنس فايه الدور الفيسر ده، وممكن يكون بايلاترال بس ده برضو ده الليست كومن. في بعض الحاجات على فكره هو غالبا بيجي لوحده، ولكن له طبعا بعض الاسوشيشنز يعني، بايلاترال الانفنتريشن ده مشهور مع التوكسوبلازما ومع السي ام في ومع الفيردن هوفمان ديسيز، هيبقى معاهم هيبقى ويك، مش بس ويك للبطل المصري كمان ده فاهمني، انفنتريشن دول بيفنتلوا بدري قوي، وبتاعت الارسل جروبوز. اليونيلاترال انفنتريشن على ما اتذكر هو ريبورت مع بيكوس وايدمان وترايزومي 13 و18، دول ساعات معاهم بقى معاهم هيمي ديفراجماتيك. نيجي بقى للفراجماتيك بقى، الفراجماتيك بقى هتلاقي دايما الليفيتد كوبلا اوف ديفرام، يبقى انت عارفين الفرانيك نيرف يمشي ميديال هنا وميديال هنا، وده برانش من ال سيرفايكال وتقاطعه مع بريكل بليكسس. هذا اشهر اسوشيشن للدرايد ديفراجماتيك باراليسيس في نيونيت، العيان اللي عنده ايربس بولسي، يعني عنده ايربس بولسي بيبقى ساعات معاه فيشل افكشن فيشل نيرف ومعاه ديفراجماتيك باراليسيس. انت هتشك فين دايما عندك الليفيتد هيمي ديافرام، تشخيصه يعني الدقيق بالفلوروسكوبي، هتلاقي ان الناحيه دي بتتحرك عكس بتاعها، ولما تلاقي الهيمي ديافرام عالي كله غالبا ده ديفراجماتيك باراليسيس مش انفنتريشن بالمناسبه، يعني مثلا لو ورينا الاشعه دي ايه اللي يمنع ان يكون دوت ديفراجماتيك باراليسيس الناحيه دي، على مستوى الاشعه ده كومن هيكون ديفراجماتيك باراليسيس، بس الحاجه دي كونفيرمد انها انفنتريشن، فلما تلاقي الهيميديافرام كله افكتد ده غالبا باراليسيس مش ابدا. نيجي لبعض الحاجات ومثال لتطبيق القاعده اللي قلت لكم عليها، ان الهارت از ترانسبرنت اورجان، الهايتس هيرنيا ممكن تشوفها جوه الهارت، ده مثال لحاله بسيطه، ده هيرنا الاسوفاجس دايليتد الجزء اللي فيه، لان لما بيتسحب يعني بيحصل يتسحب جوه النيجاتيف بريشر فيبدا يدايليت، حضرتك تحس جواه لو ركزت في اير فلويد ليفل خفيف، ممكن يكون كبير جدا بس عندي دوره سابقه بقى، شايفين قد ايه ده هايت سيرني كبير، ده مثال للصبغه للهايت سير. تمام. نيجي للكلافيكل والشستول اللي هو البونيكيج بقى، ده مثال لحاله، ده سبوت كده بيجي في بعض الاوسك الغريب بايلاترال ابسنت كلافيكل، مفيش كلافيكل هنا ومفيش كلافيكل، ده مثال دايما بص لما تكتب بص دايما بص يعني بسرعه كده على الكلافيكل والبونيكيج، ممكن تلاقي فيها فراكشر في النيونيت شهيره قوي، تلاقي فراكشر كلافيكل، ده مثال. في من ضمن الحاجات اللي ممكن تقابلها وموضوع الاسيمتوماتيك بتلاقي سيرفايكال ريب، كنا اتكلمنا في اول في الجزء الاول عن الفاريشنز الاناتوميكال اللي ممكن تشوف من السيرفايكال ريب، ممكن بايلاترال زي ده، ممكن يونيلاترال، ممكن يكون لاترال وداخل جوه الشيست وول في الأشعة يعني، فما تبقاش واخد بالك منه، لكن ده سيرفايكال ريب. فراكشر ريب مشهور جدا، والحاجات لو ما دورتش عليها ما بت ممكن ما تشوفهاش. ومشهور قوي من الحاجات الكومن في الشايلد ابيوز، وممكن يكون سطحي، شايفين الأشعة دي ده فراكشر ريب اهو، وستيجر كمان
ده فراكشر ريب هنا بوستيريور. وهنا بقى عايز يقول لك في الحته دي رغم دوت شكله اكنه كيرفيتشر بتاع الريب، ولكن ده فيه هنا خلاص، ده هنا ده لسه مش هيلد، ودوت هيلد، ده هيلد اولد، يبقى دوت المالتيبل فراكشرز في ديفرنت ايدجز يعني اعمار مختلفه، ده غالبا عام شرط ده بيبقى، وده بيتضرب كتير طبعا. ساعات يحصل بقى في حالات تروما ما بتحصلش في اطفال كتير، الاطفال كبار شويه لان الريبس عندهم لسه طريه، ان يحصل في ليل شيست. تاخد بالك لو الريب مكسور انتيريور وبوستيريور بالذات في حاله حادثه عربيه، ان دي الحته دي فكت بقت في ليل، فلما يحصل انسبيريشن الشيست كله يلحق تخش، فاللنج دي اللي على الناحيه مش هيحصل لها انسبيريشن، مش هيحصل لها، بالعكس ده هتبقى كومبريست، ولما يحصل اكسبيريشن البريشر يعلى، فالحته دي تعلى، فاللنج السليمه الاير بدل ما يخرج للتراكيه يروح مسحوب لللنج الايه؟ اللي افكتد، ويقعد الاير رايح جاي ميت اللنج، يعمل لك بقى بروجريسيف فايبر كابني وكده. دي من الحاجات اللي تاخد بالك منها في التروما في ليل شيست، لو خدت بالك لو اكتر من 4 ريبس انتيريور وبوستيريور فراكشرز، الحته دي لازم تكون تتسبب، تروح كابيسها كويس قوي وتضغط بلاستر، ولا بعد كده حتى ساعات بيضطروا يخيطوها كواير. طبعا الحالات دي غالبا ما يهمنيش يعني الدكتور كارد سراسب كده، بس لازم تكون يعني واخد بالك عارف. ممكن تلاقي في دريب في سندروم غريبه كده جورلس تروم يعني بدون حاجه تقابلها، البتاعه دي كانت مره حد كان جايبها بتاع عنده دكتوراه عشان يصعب بيها الناس. ممكن تشوف ال بيكتس اكسكافيتم، بكلم طبعا دي بقى بان في الاشعه اللاترال ما بانش في الايد، وبيكتس كارينيتم ده مثال لبعض الحاجات هي مش كومن اللي هو الاسفيكسيتنج ثوراسيك ديستروفي، ده هتلاقي الريبس كلها اكنك اللنج الشيست كله نفس الدايمتر، وما بيحطش ديسيجن عنده بقى غالبا بقى بروجنوز وبقى بيديه فتره طويله. نيجي للميدياستاينم، ميديسينال الافكشن في الميدياستاينا ممكن اول حاجه من الحاجات اللي تشوفها الهايرو ليمف دروس. الهايرو ليمف دروس ممكن تكون واضحه جدا ممكن تكون مش واضحه قوي، ده هايدر ليمف دروس تمثال، ده ليمف نود بس ده مش شكل برونكو فاسكولار ماركينج لان لها بوردر لو دورت عليه، ده مثال للصبره كارينا الليمف نود طلعوا سحبه جوه الايه سوبر ميدياستاينا. لما تشوف دي تشكك جدا انها تكون ميس، او انها حتى لو هي الليمف انها ممكن تكون ليمفوم. نعمل الليمفيدروماس بيرزيستنت من العلامات الشهيره لل تي بي، ده مثال لهايرو ليمفيدروماس وجواها كالسيفيكيشن. ساعات الهايدرو ليمفيدروماس او الهايرو ليمفيدروماس مستخبيه في الكاردياك شادو، ده مثال ليها، ودي ما اتشخصتش الا لما اتعمل لها لاترال بالمناسبه، هي دي كالسيفر، بس هي انت ممكن تتوقعها في حاله كرونيك كاف مثلا او ان اكسبليند ويت لوس او كرونيك فيفر. ممكن بقى من الساينال ماسس كبيره زي دي تبقى سوبر من يطلع منه ماسس كتير، يعني بيطلع منه ممكن تلاقي فيه الليمفوما وممكن تلاقي فيه الصيموما وممكن تلاقي فيه الجيرمينوما النيوروبلاستوما يطلعوا كلهم هناك. ده مثال برضه من الصين الماس يونيلاترال، دي من كترها يعني الحاله دي اتشخصت في الاول انا نيمو صوره سالك بلانج بوردر، لكن لا كل دي كانت ماس من الصين الماس وزق الارض. ممكن ايبيكال رغم انها شكلها ايبيكال لانج ليجن، ولكن طلعت في الاخر انها ميدياستاينال، ده نيرو فايبروما نيرو فايبروما دي برضه ميدياستاينال ماس. ده مثال لميدوستاينال ماس ريترو كارديا، النيوروبلاستوم تطلع من السمبثيتيك تشين او من السوبر ادرينال جلاند، دي طالعه من السمبثيتيك تشين بتاعت الشيست، طالعه ورا الهارت الكوره اللي ورا الهارت دي نيوروبلاستوم. فبرضه تبص كويس قوي، ده مثال انك تبص جوه الكاردياك شادو مش بس للبوردرز. في ده ديفرنشال شهير النارو ميدياستاينم، مش وايد ميدياستاينم بقى نارو، بتلاقي الميدياستاينم نارو حاجه من اثنين، اللي بيعمل ميدياستاينم الشادو اللي انتم بتشوفوه الابيض اللي فوق ده حاجتين، اول حاجه البلمونري ارتري والاورطه اللي بيبقوا جنب بعض وعليهم الصيمس، فلو لقيت في نيونيت او في سن صغير نارو ميدياستاينم حاجه من اثنين، وده انا فارق لنا كده ابسنت صيمس
فده نورمال ديستاينم. تاني حاجه التي جي اي، التي جي اي البلمونري والاورتا يجوا قدام بعض هيبقوا نارو جدا، ودوت شكل سبيسيفيك للكارد، الكارد شادو بيسموه ايج اون سايد، ايج اون سايد. بس انا مش شخص جي اي بايج اون سايد شيست اكس راي، بس انا كلام صور راديولوجي خاصه بسيانوزيس ضغط بيزنت ليه وهكذا، ولكن كمستوى اشعه دي ايج اون سايد ونارو ميدياستاين. يجي للبريكارديال ديسيزز، اول حاجه الفراسك شيب هارت اللي هو ايه بريكارديال افيوجن، بتلاقي هيوج دايليتيشن. طبعا ضغط على طول الخطوه الجايه ايه، كنت شوف هل هو تامبونادنج ولا لا، ده مثال برضو البريكارديال افيوجن. في بريكارديال كالسيفيكيشن مش كومن هتقابله في الاطفال، بتقابله ساعات في بعد التي بي، ساعات بيحصل مع ريستريكتيف كاردوميوباسي تلاقي بقى في كالسيفيكيشن في البريكارديال سيك، ده مثال البريكارديال كالسيفيكيشن. ده مثال الاشعه مش زي اللي ممكن تتخدع باي حاجه، دي ممكن تكونها ماس في الاخر حاله طلع هنا ابسنت بريكارديال. طبعا دي ما بتشخصش باشعه على مستوانا احنا، ولكن ده مثال ان دايما يعني انت ممكن تقول اي حاجه تتنكر في شكل اي حاجه. ده جايبها لكم فور ديمونستريشن بس، ان دايما اي حاجه تشك فيها دايما ما تستخسرش سونار ثم ايكو ثم سي تي. نيجي للايه؟ للهارت شادو. الهارت شادو من الحاجات اللي انت مش بتاعها بيبقى رخم شويه. وبالمناسبه هي عليها كلام كتير، رغم انه على ارض الواقع فعليا لو عشان تشخص المريض بتاعك انت محتاج كيرفول كلينيكال اكزامينشن وكيرفول هيستوري، والاكس راي هتمثل مرحله بسيطه بس اللي ممكن تنتهي بيها، انت بعد كده تعمل ايكو، ممكن تعمل ايكو. واخد بالك؟ بس في حاجات لا تتوقعها، يعني في حاجات ميجور قوي ما ينفعش تعدي منك، لكن برضو ما ت... يعني ما تحس بذنب شديد انك مش قادر تقرا الهارت اكس راي. لان هي يعني هي جزء كده مش تاريخي، بس يعني هو امتد قوي مني، كان زمان قبل انتشار الايكو والقسطره ما كانش في عمليات الاوبن هارت بالتقدم ده، فكان دايما الطب مركز قوي في حد ديجنوز هو حاجه هيعملها، فيركز بقى شكل الهارت ساوند ازاي وشكل الكاردياك شادو، يقعد يعني يطلع فيها ساينز كتير، وبطبيعي ان الناس ما كانتش بتشوف غير اكس راي بس، فكانوا يعرفوا يقروها كويس، فتقدر تقرا بس مش بالتفاصيل، يعني ما تحسش بالذنب انك ما عرفتش تطلع اي اس دي في اكس راي، لا ما هو مش قوي كده. تمام، نيجي اول حاجه لشكل الكاردياك شادو. الكاردياك شادو زي ما احنا عارفين بيجي في النص، بيجي في النص تلتين شمال وتلتين له رايت بوردر وله ليفت بوردر، وفي انجل ما بين الليفت بوردر والدافري، الانجل دي غالبا تبقى اكيوت. الرايت بوردر معمول بايه؟ معمول بالسوبر فينا كيفا فوق وينزل تحت الرايت اتر، تمام، ويفرع حواليه هنا هتلاقي مكان البلمونري ديستريبيوشن بالمونري فيس. طب الليفت بوردر معمول بايه؟ معمول في الفيرست للسكند سبيس بالاورتيك نابل، وبعد كده البوردر اللي بعديه ده البلمونري ارتري الحته الصغيره دي، في اختناق هنا بيسموه بالمونري باي او الاورتو بالمونري ويندو، ده غالبا من السكند في اول الثيرد سبيس، يبقى في كاردياك نابل اسف اورتيك نابل ثم بالمونري باي في حته البلمونري، ويكمل البوردر ليفت فينتري، تمام. في حته اختناق خفيف بعد ما الارض بيسموه كاردياك ويست، ده بيبقى معمول بالايه؟ بالليفت اتري او بالنطاق الابندج اوف ليفت اتري، ده الشكل الكلاسيك للايه؟ للهارت، ده كشكل. ده مبينها اكتر البوردر اهو سيفيرو فينا كيفا، وبعد كده الرايت اتري هنا الاورتيك ناكل، طبعا ده اسندنج اورتا وده ديسند وده الاورتك يعني اخر اورتك ارش، ده اسندنج اورتا كده الاورتك البلمونري ارتري، وما بينهم هنا الاورتو بلمونري ويندو او البلمونري بي، وبعد كده الاوريكل اوف ليفت اتريا او بينديش ده عمليه كاردياك كويست، وبعد كده الليفت فينتر، ده الديستريبيوشن بتاع الـ. طب فين الرايت فينتر بقى في ده؟ طب ده الرايت اتريم هنا والليفت اتريا الابندج هنا والليفت فينتر هنا، الرايت فينتر هو النص اللي في الهارت في النص. تاني حاجه بقى الكارديو ثوراسيك ريشيو، الثوراسيك ريشيو ده بتقيس من اقصى اليمين الهارت لاقصى اليسار في الهارت، غالبا مش في نفس الكلين يعني، وتقسمها على عرض الشيست كله، المفروض ده 50%
النيونيتو لحد سنه لسنتين ممكن توصل لحد 60 ايفن 65%. تمام؟ مشكله كمان بقى انك انت بتصور اي بي، فالهارت كده كده هيطلع كبير. بس لو انت مصور عشان الهارت انت مصور بي. ده مثال لكارديو ثوراتيك فيشو كبيره، انت بصيت كده ادي الهارت خلاص. المفروض لما بتقرا الهارت تقرا سايز يعني كارديو ثوراتيك ريشيو وكونفيجوريشن يعني كل بوردر يمين متاثر والبوردر شمال وفاسكوليتشر. طبيعي انك انت بتشوف البرونك والكم ماركينج في اول تلت والسين تختفي وتبدا تختفي في التلت برونك وما تشوفش البرونك الفيزل ده، وتشوف غالبا ان البيز سنه ابيض من الايبكس سنه مش اكتر من كده. نيجي بقى لو حاجه من دول اختلفت. اول حاجه لو الهارت كبر، لو الكارت شو كبرت صعب قوي تكبر لان الاتريا اللي كبرت غالبا لو كبر الارض كارت شو يبقى الفنتريك اللي كبر، يا رايت فنتريكل يا ليفت. لقيت الانجل ديت اكيوت او قائمه يبقى غالبا ده رايت فنتريكولار انلارج، رايت فنتريكولار انلارج. ده مثال رايت انلارجمنت وعندي الى حد ما اكزاجيريت برونكو فاسكولار ماركينج اللي عندها ايه السن. وطبيعي الرايت فنتريكولار انلارجمنت غالبا الارض ما بيكبرش قوي يعني مش ما بيكبرش بالشكل. ده بقى ليفت فنتريكولار لارجمنت، الهارت كبر وكمان بقى اوبتيوز انجل يبقى ده ليفت فنتريكل. هنا لو علق على البلمونر فاسكوليشر اكزاجيريتد اكزاجيريتد بيزل يبقى ده كونجيشن. اللنج لو اللي فيها دم كتير يا اما انكريز بالمر ارتري فلو زي الفي اس دي او الاي اس دي يقول لك لنج بليثر يبقى فوق زي تحت اللنج كلها نفس البيض. انما نتيجه ديفكتيف درينج يعني ميترو ستينوزس ميترو ريجيرش ليفت فنتريكولار فيلير فاللنج بقت كونجستد يبقى هتلاقي اكزاجيريشن اوف ذا نورمال، هتلاقي البيز بقت اكثر بياضا، ممكن تلاقي حتى فيها افيوجن خفيف وكده. ده مثال للبي سي دي. بي سي دي طبيعي انه يكون باي لاترال فنتريكولار لارجمنت ليفت ورايت الاثنين، الليفت هيكبر نتيجه الفوليوم اوفرلود والرايت هيكبر نتيجه البريشر اوفرلود، يبدا الرايت يكبر ثم الليفت. فممكن في الاول يبان لك اكنها رايت بتبقى لارج يعني الزاويه دي ناتيو الهارت كبير مع لونج بليسر، يعني ممكن تقول انها اس دي عادي على مستوى الاشعه يفرقها بقى الاوسكالتيشن والايكو كده، لكن الحاله دي ايه؟ كارديوميجالي انهي تشامبر اللي كبرت في الاشعه دي الرايت، الايكو هيطلعها الليفت كم كم كاشعه درجة وذ لونج بليسر. نيجي بقى لحاجه شهيره طبعا الروماتيك هارت سيز اثرت جدا ناحيه الثلب يعني بدات تقل الحمد لله يعني اصلا انت روماتيك عمال على بطال يعني حتى لو حاله فايرال فصعب نشوف نيو روماتيك هارت سيز يعني صعبه ممكن نشوفها بس قل كتير والاولد غالبا خلال كام سنه اللي فاتت كبروا فبداوا يخشوا في الايه في الادلت اتش ولكن ما زالوا موجودين منهم وما زال اشعتهم مشهوره دي. مايتر فالف ديسيز يبدا بليفت اتريال هايبرتروفي. ايه علامات الليفت اتريال هايبرتروفي؟ اول حاجه لوس اوف كاردياك ويست. عندنا هنا المفروض ده بالمونري ارتري وده الاورت وده بالمونري بي، المفروض الحته دي داخله سنه، لا ده برزت نتيجه الايه؟ ليفت اتريال انلارجمنت. اول حاجه ده اول علامه لوس اوف ايه؟ كاردياك ويست لو انت ما تردش ما ظهرت. ثاني حاجه ايبيكاليزيشن اوف ايبيكال فيسلز، الايبيكال فيسل دي تشوفها كده طالعه راسيا طالعه ايه راسي مش مايله بروتوكول مايله لا ايبيكاليزيشن اوف ذا فيسل. ثالث حاجه في الحاله هنا هنا الليفت برونكس بقت هوريزونتال يعني المفروض انها بقت المفروض تبقى جايه كده لا دي بقت هوريزونتال هنا طالعه قرب الايه يعني مش شرط تكون هوريزونتال بس اترفعت. فكون الليفت اترال هايبرتروفي او انلارجمنت اسف اشهر ساين عندنا زي ما بقول لك لوس اوف كاردياك ويست لا ده في كذا ساين فيها اول حاجه ايبيكاليزيشن اوف ذا فيسل سبيرنج اليفيشن اوف ذا ليفت مين برونكس وحته مهمه بقى ساعات لما يكبر قوي تلاقي دبل بوردر اوف ذا هارت ده بوردر وده بوردر ده نتيجه ان الليفت اتريب كبر يبقى معدي ناحيه الرايت اتريب.
دبل بوردر اوف ذا هارت. العين ده بالمناسبه اللي على اليمين ده، ده مغير الميترال فالف، ده في بروستيتيك فالف، وحتى في هنا الخيوط بتاعه الايه السيراكوتومي. ساعات بعض الحالات ممكن تبقى ميزه انها ميترال، بس الحاله دي هل فيها كارديا كويست بريزيرف؟ الكبير ده ايه؟ ايه البروجيكشن ده؟ ده المفروض هنا بقى الاورتيك نقل، دي مش الاورتيك نقل، دي تحت الاورتيك نقل، ده بالمونري ارتري. ده بالمونري ارتري لا تيجي بالمونري هايبرتنشن، من ضمن علامات بالمونري هايبرتنشن في الاشعه تشوف ايه؟ دايليتد بالمونري ارتري هنا، وهتلاقي هنا حتى اكزاجيريتد قوي في الفرنشال، ولكن الحته البارزه دي مكان البالمونري باي، ده دايليتد بالمونري نتيجه بالمونري هايبرتنشن. نيجي بقى للاورتيك فالف ديسيز. الاورتيك فالف هيبقى معانا ليفت فينتريكل، اورتيك ريجيرج، اورتيك ستونوز، اورتيك ستونوز يبقى بريشر اوفرلود، كونسنتريك هايبرتروفي للمصر فتكبر برضه، او اورتيك ريجيرج فوليوم اوفرلود فيبقى دي دايليتيشن، ايزا دايليتيشن او هايبرتروفي، النتيجه في الاخر ان الشمبر هتكبر، يبقى ابنورمال ماكروستاتيك ريشيو بشكل الليفت فينتريكل ايبكس. وتلاقي غالبا ده الحته بعد ما كان ثيرمينك يبقى في بروجيكشن الناحيه دي، ده الدايليتد اسندنج اورتا، ده بعد بوت ستيل ديليتيشن تلاقي. دي اماكن الهارت فالفز في الاشعه عشان تشوفوها. مش مهم قوي لو انت مش كارديولوجيست يعني، ولكن ليك انت تشوف الميترال فالف. الميترال فالف دايما بيبقى بره الميد لاين، حادف شويه، ده ميترال فالف، ده بروز، واضح ان دوت ليفت فنتريكولار لارج. لو اورتيك فالف هتلاقي نيرلي ميد لاين، تمام، نيرلي ميد لاين بروز. ده هيوج كارديوميجالي، هيوج كارديوميجالي ده لو ديفرنشال في الاشعه، اولهم الدايليتد كاردومايوباسي، ثاني حاجه مالتيبل فالف ليجنز ونجلكتد، ثالث حاجه بس يبقى لوز بشكل كومبيوتر الابشتاين انومالي، ورابع حاجه بيركارديال ليجنز. يبقى السبيشال كارديا كونفيجوريشنز ديت مالهاش هو بالاشهر، مثلا الشيمبر مين اللي كبرت؟ لا هي بتعرف بالنظر. اول حاجه اللي هو الفالو تترولوجي اللي هو كيرن سابو، الايبكس الفيتك جدا طالعه بعيد كده تاخد الشكل ده، ولا انت بقى اولوجيميك سمرا، الشكل الكلاسيك قوي ده، ده الترالج اوف فات، ده الشهير قوي اللي هو بيسموه الابشتاين انومالي. الابشتاين انومالي ده يوج دايليتيشن الشمبر اللي هنا الرايت اتريم كبيره جدا، ويسموه بوكس شمبر. الحاجه الثالثه التوتال انومالي زبروني فينس ريتيرن لو سوبرا كارديك، طمانه فين بالمونري ارتري هيروح اللنج بعد كده يصب بالمونري فينز، المفروض يصبوا في الايه؟ في الليفت اتريا. فعايز يصبوا بقى ايه؟ لا في الفينا سايد، يا اما سوبرا كاردياك بس في السوبر وفينا كيفا، يا اما كاردياك في مثلا في كورونري ساينس، يا اما انفرا كاردياك في الانفيرو فينا كيفا، او ساعات في الانفيرو كيفا تحت الديافرام سب ديفراجماتيك، ودول بيجوا السب ديفراجماتيك ده بيجوا اوبستراكشن ضغط بالدريجر اوبستراكشن. السوبرا كاردياك بقى بيحصل دايليتيشن للايه؟ السوبر ميديوستاينا، فتديك شكل لك سنو مان او فيجر اوف 8، يعني دي الثمانيه دايره اللي فوق والثمانيه دايره اللي تحت. التي جي اي يقول لك ايج اون سايت، ده كونفيجريشن ليج اون سايت شكله كده. من ضمن الحاجات الكوركشن اوف اورتا، طبعا كوركشن اوف اورتا دلوقتي ما بقاش يعني يتساب لدرجه انه يعمل لك الساينز دي، بس ممكن تحصل. اول حاجه المفروض انت عندك الاورتيك نقل اهو، ادي بالمونري باي، وادي نازل الكارديك بوتر، امال ايه ده؟ الحته اللي طالعه دي ده مش بالمونري ارتري، لا ده الاورتيك بالمونري ارتري اهو نازل البوردر باي. ده قلت بص ستنوتيك دايليتيشن بتاع ال بتاع الهارت بتاع الاورتا، اسف هيقول لك اكنه ده يعني ايه فيجر 8 يعني فيجر 3 اسف، ده كوركشن اوف ده هنا باين قوي اهو فيجر 3 اهو، ويقول لك كمان بقى بس دي ساين لهيرلر ساين اللي هو نتيجه الاناستموزس على مستوى الانتركوستال والسوبرا سكابيلر، ويبدا يحصل انتركوستال دايليتيشن فيعمل لك نوتشنج للايه للريبس، دي ادفانس كيس.
بس الكارديولوجي يعني تيجي في الامتحانات يعني ليه هيرلر. الهيتيروتاكسي، الهيتيروتاكسي من الحاجات الكومبلكس جدا في الكارديولوجي، يعني المفروض يعني انها الهارت بيتعرف على نفسه وهو في الامبريو فين اليمين وفين الشمال، فالجسم كله، فمثلا الحاجات اليمين تعمل لك ليفر والحاجات الشمال تعمل لك سبليت، اللنج اليمين تبقى 3 فصوص فيها ترانسفيرس فيشر وبليك فيشر، فاللنج الشمال تبقى فصين فيها وبليك فيشر فقط وهكذا. ساعات الفشل في التعرف الجسم على اليمين والشمال اثناء الديفلوبمنت يعمل لك هيتيروتاكس سيندروم. طبعا تاثر على الهارت انك لو الجسم اتعرف ان معظمه يمين فهتلاقي ان الناحيه الشمال السيبيرو فينا كيفا اللي هو المفروض بقى دمر اللي هو ليفت سيبيرو فينا كيفا هتلاقي ريزيستنت، ممكن تلاقي الفينوس ثيرين بقى ابنورمال، وتلاقي الليفت لانج فيها ترانسفيرس فيشر يعني 3 لوبس زي اللانج للرايت بالظبط، وطبعا الناحيه الشمال هتتعرف على انها لمين فتلاقي الليفر له لوب ثالث هناك وما تلاقيش سبلين، دي بيسموها اسبلينيا، ودي تعرف عليها انك انت كاشعه ممكن يكون ابنورمال كاردياك شادو، ولكن هنا دي المميز فيها قوي انك عندك ترانسفيرس فيشر في الليفت لانج ممكن هي تيرتك. العكس بقى لو انت عندك العيان اتعرف الجسم اتعرف انه ليفت هتلاقي بول سبلين، هتلاقي كذا سبلين، وتلاقي الرايت لانج هي الاثنين لوب وهكذا. طبعا دي بتتجاب سونار مع اكس راي مع اشعه، ولكن المميز في الاشعه ديت هي الليفت سايد ترانسفيرس فيشر. دي محاضرة النهارده مش طويله قوي، وكانت ساعه برضه طويله يعني، بس حسيت ان احنا كنا خدناها المره اللي فاتت كان هيبقى الموضوع طويل والناس هتنسى، فانا كده خلصت. لو عايزين بقى ايه، لو في اي اسئله او حاجه. شكرا شكرا لكم على حضوركم، ونحن طهرانين في رمضان يعني. مفيش أسئلة كالعادة، يا اما فيري جود ساين يا اما فيري باد ساين، بس مش مشكلة إن شاء الله لو في أي حاجة ممكن تبعتوا لي أنا تحت أمرك بإذن الله، ولو بكون استفدت حاجة جديدة أو على الأقل يعني ثبتنا المعلومة القديمة يعني.